فكره زيزو ميزتها في ايه؟ يعني ليه انا بفضل زيزو في وسط الملعب؟ لان زيزو سهل ينقل لي الخطه من 4-3-3 ل 4-4-2 وتبقى الطريقه بتاعت هيكتور كوبر ماسكه نفسها بالظبط. فبالتالي هيكتور كوبر بقى باصي لصلاح 4-4 صلاح وراس حربه بيخدم على محمد صلاح. فعشان كده انا حاسس ان زيزو هيبقى مفيد قوي تكتيكيا. عبد الله هيكون مفيد قوي في مسك الكوره. عمرو السوليه ونني لا غنى عنهما. فانت تختار بقى ما بين المباراه القويه بدنيا ولا مسك الكوره، او ممكن تبتدي بعبد الله وبعد كده تحول على زيزو.